السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى رب العرش العظيم أن يقبل اجتماعنا. اجتماعنا الله أقبله. أنت إنا من شفر لذو كل محتاجين بأنهي فقراء إلى الله بأنهي نول بقل بقيسة وحاككو حي حاجة وليهي إلهي وحاكبري يا سبحانه جل جلاله أنا وسيلة كلي إسكو أجين أن أهين إن أنا أول المسلم هاي ثانيا أن المسافر هاي ومسافر كنا دعاء يسوس إن شاء الله رجل لقى قبو إن إلهي قفل ما أنت أنا ما شفر إذا مراد كيسي حاجة دي سكارسيو كل الحاجة إن الله نوذا كارسيو أو إلهي رالك هي وحسن إلهي رالك هاي ما بدونين وحو إلهي رالك هي الله نسيو waxa ugu weyn ee muraadkeenu iyo dalabkeenu u yahayna han noqdo ridwaanullah sidoo akhuna jamal barakallahu fihi kulligiin ba idin yiri ninkii raalli diyaar u ahayn ilaahay raalli ka noqdo ha istaaga uu yiri sidaasaan ilaahay ka baraynaa kulligeen in muraadkeenna iyo ijtimaacen iyo kulankeenu uu noqdo in ilaahay naga raalli noqdo maxaa yeelay haduu ilaahay raalli ka noqdo xaajaadkaagu kulligeed waa gudantay رضاها إلهي وحكوين مجرو حايا لرضاها إلهي وحكوين هدوجرو هذا إنسان كأدنيا ذو أدنيا ذو وحا وحبابا هين أن قيمة لهين عند الله جناح بعوضة قرب كنيعو إلهي أكتيس وإكلل ذتا حتى قرب كنيعو كنيعو معروفة سما وبالسواحل أنتم أدرى وباللهجة الصومالية دلمين والليلة كنيعنا والليلة قرب كذا أنتم لقي هاي هدي وح كوين إله أكتيسة أي كأهان له قال سيكو كفري هل كبشو بي على مسيين لكن إله أنت ويكلسي لي ذاتا مركا دنيا وحبه ماها نعم كيوا وينا جنة مركو إله كشكي يا برواقضة وقتل قلي تذكو أرهالي كنقضي وجنة قيي ee aan deela koobi karin ee lagu soo koobay fiha ma la aynun ra'at wala udhunun samiat wala khatar ala qalbi bashar jannada dhexdeeda waxaa waxay ilina arag dhegina maqlin qalbi makhluuqna ku soo dhicin ama qalbi bashar ku soo dhicin waxna garan kara maba ahba waa wax un yaliiqu bicadamati illahi ilaahay cadamadiisa unu dhigma waxaasoo dhan markii la siiyey وإلهي كشكي وحو إلهي سبحانه وتعالى كسوك وكوبي ورضوان من الله أكبر رضوان كإلهي وحاسو لنبا كوذا وين مركا رضاه إلهي ووح وين وين توفيق الله أنا وفجيو أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى الحمد لله الذي أظهر الجميل وستر القبيح الذي لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر عظيم العفو عظيم العفو باسط اليدين بالرحمة واسع المغفرة صاحب كل نجوى منتهى كل شكوى عظيم العفو واسع المغفرة صاحب كل نجوى منتهى كل شكوى مبدئ النعم قبل استحقاقها هو الله لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما هو الله الغني ومن سواه فقير هو الله القوي ومن سواه ضعيف هو الله القادر ومن سواه عاجز هو الله الحي ومن سواه ميت هو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين ملك الملوك ذو الجلال والإكرام أحمده أن هدانا للإسلام وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء وآل كل منهم وصحابتهم أجمعين ثم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال الله تبارك وتعالى قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين صدق الله العظيم الله ينفعنا بما سمعنا من كلام ربنا أصول دعوة الأنبياء أنبياء إلهي صدري يبو بشر بني آدم إلهي خلقي سكدورتي أصدري كوي هنا قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقوام تودي يقولون كودي أصدري كبعدين أوكو ختمي النبي يعني محمدها صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة إلى أصدري أسأل بي وذا وذا كان حق دعوة شروع ذو ذا أما شرائع ذو ذو هاي خلاف تهدي دونتو لكن أصول دعوتهم واحدة مثل كلية أي أصول دعوة ذو ذو أي هيد أصل كدعوة ذو ذو وها أنك أمة محمد صلى الله عليه وسلم حارنت أنك خسية وحوين بأنك خسية وحوين أنك خسية ومحي إلى هاي وحو نقوم النيستي ونقوم فضلي وأمم كي هنا أردن نقدوي ونقوم شرفي إنه نجارسي الابتعاث إلهي إنه نسيي بعثة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل ود رقي يدوم أربع داء ذو أنت دون تها نقطه مناسب تو ذو أنت دون تها كلا نقطه مستواه ذا علمي جاي مادة واحد دون تها كلا هكذا دون هذين كل ود ومبتعثين الله صادر يو نبي محمد بيكدر يهين تانا وحا سببه زمن كي النبي كان كهر صلى الله عليه وسلم نبي با إيمانيا قوم كي سوكو دداليا دات في عنبا لغايا با قارن أن لراعنا هو بكجرا رأيت النبي وليس معه أحد لكن كي الله وحو قدر كوار رميليا كواسي كوكالي الأسي يريا وابضانيسا دعوة داسي مدو يسعونيسا كبعدنا شيطان باو إيمانيا وددي نبي قال جاحي بكلي حنيا دبي وحي أغنى قنيان وحي نبي قال لو قصو دري إيا شركي إيا وحي لو دي دي أغنى قنيان باب النبوة وفرانو نبي كلا هدنا لو صو دري نبي نبذو ويبا سكفر ريبا وحلقا يابا نبي من الأنبياء إنو أخذ ما يمد أخادم النقضو مدلا سعدو دابا ديتنا أو أمال قدو قدو إنو إلهي برين إسنا النبي لقدو إلا باب النبوة إسكفرنا نبي موسى عليه السلام وحليلا ولا الكي وفعنا أيو أهايو ولا الكي وحي قوينا أيو إلهي وبري وهارون عليه السلام نبي نمذيسو وحي أهي الدعاء إلهي كأقبلي موسى عليه السلام وموسى إلهي كبريو يري
واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري أشركه في أمري أرنت إذا أنا قاعدت كذي درتي إلى وذاك سي وسن النبي كذي قوي وأخي هارون ولبو يعني دعدي سو وحو لحلي جاي وحن تفصيل يوم فهنا إلهي وبهنا إلهي وحك استوى وقيا مركو إلهي كله وأخي هارون هو أفصح لسبني لسانا ما إلهي بأو بهنا نتوشيغ ما يدعدو كقر حسنا يا يوحويل إلهي يوم ولالك هارون سقى إيقف فصيح حسن مركي لها الله يوم وهذا الكيسو فصيح نبي موسى عليه السلام لكنا كوير جرتيبا الليل وحو غيرو مركا هارون بقى إيقف فصيح حسنا إلهي يوم هارون ندر وسن النبي كردك دابا دي إلهي رتا واو كأغبالي قدالنا مركو آياتها إلهي ونبيذي كم النشيجاني ونعم كوسيي وكتل تريني وحا وكم رجاي قوله تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ووهبنا له وحنوه بين موسى عليه السلام من رحمتنا رحمة الله ووينتها لكن نبوة أقوين نبي نبوة أقوين وحن نسينا أخاه هارون نبيا بانو قدقني وحن انتا هو قولي هنوجيذا نبي نبدا ما دام اي فريد ولا سودري جيني نبي مركي وحلا بام بميت كلا لا سودري جيري وحي ان دراسي بو دب نولين جيري عيسى عليه السلام ونبي يدي كي اوو دنبيي قبل نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وحا الهي و سودري انو نوليو تورادي اي ددكي لو سودري كو عيارين لوميين نبي محمد بإله صدري صلى الله عليه وسلم باب النبوة ولا حري نبي نبدي الباب كذي ولا حري نبي كلو كذا بيا مجرو صلى الله عليه وآله وسلم مهم ذي يا مسؤولية ذي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دام النبي نبدي لا حري دتك أدوية ذينا أن لسواء في جرينا أي سعنا أي سوي جوجا أي سو دتكو أنت كسي بدن أيام يا لوح الساري مرك يا مسؤول كا waa umadiisa umadiisuna waa kuwa mawaariga waa adiga waa wiilkaaga halkan fadhiyay gabadhaada da kasta ahow laga yaabaa inaad iskuulka hoos ku soo qaadan arinta shulka dhexana cidna kugu sheegid kan sarana lagu sheegid jaamacadda hadaad gaadhayna lagu sheegid maye waa lagu sheegayaa ilaahay baa ku sheegay oo rasuulkiisa ku sheegay mubtaaf baa tahay waa lagu soo diray daaci ilaahi baa tahay waa inaad dadka ilaahay ugu yeedhaa waa inaad ogaataa مقامك إيا شرفت إلهي وكسيي إني تهي نيابة النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد بعد نائب كتاي صلى الله عليه وآله وسلم مقام كوين ألو قارسين لها مجرو تاوى إنا أغاتا مدك لو إنا أغاتا مبتعث كلا صادر قوة ديسة إيا أو ديس حق سماها وكان صادر يوي صحابة رضي الله عنهم مركي دين تفافينيين وهذا أنت ناميشة فردية إن كلا ملايين المسلمين ملك استئي جوغان سببت هذا أن ما أنت مسلمين كنا هاي لولا تذلك ذي إلي ما دين هدي سنجرنا أن ما أنت وحنا قلنا هين إلهي أقيا هاي صحابة ناس رضي الله عنهم أود مين لهاي مساكين بها هاي لكن محيوتين أي مشرق الأرض ومغاربها أي كفافين لأنه أرنتا سيقرين ومبتعثين بها هاي وكربعي بن عامر رضي الله عنه صحابي لورنجلي قال لي فرس مركي لا دغالم قائد كودي اوغو وينا لو دري مركي لجبي ان بدن وير بل وفد نو سو درا وفدي لو سو دري نكاس وها مركاس اي كهدلان اهل السيره ضعف نكا كم موقدي اي انو ماركتي فرس اس كمسكينه وتي اي دركيسو انو رث اها او دار ان ماركتي ساس اهين قل وكتو كبي أما ورن أيو الله سو مري قل هذا إنما دام دين تنفافتي صحابة عدك استجابيني إيشا وحي كتو على قلين بقر كودا مال عجائب لا يوها قاجيين قلتي وقروح بنايد بيوها قاجيين ما ركتي عرش يسي بيوينيين وحي كدقان يعني سي قف كان إمانيا وإنتو تأثرو وقلبي إيشا وها نقدعو إسكرنا في وحكا لأي ورن كي قوتي أيو قوشي أي قرحيين كم مدمودي بالليري إلا أخر يمين markii uu ninkaasi su'aasha la yimid rustum uu yiri war maxaad naga soo doonteen masaakiin fuqaraada haydeen oo aan waxba haysanina jawaabu jawaabe ila yawmina hada ilahi khalid ka dhigay
wuxuuba ku jawaabay maaha annagu iskama soconno, annaga waa lana soo diray. Naxnu qowmun bacathana allah, ibtacathana allah, ilaahay baaba na soo dirayba. Maxaanu lanoo soo diray? Linukhrija alcibaad min cibaadati alcibaadi ila cibaadati illah, dadku inay iyagu iscaabudaan oo iyagu iska baqaan oo iyagu isadeecaan oo kuwa maaragtay awoodda badan kuwa kale ay ku amartaagleeyaan oo dabadeedna ilaahiya ka dhigtaan iyo arbaab ka dhigtaan inaanu ka saarno. Rabbulcaalamiina waxdahu laa shariika lahu ay caabudaan baa kow ka ah. Waxaa kaloo inoo soo diray wamin jawri ladyaani ilaa xadli lislaam, adyaanta kale diimaha kale ay dadku iyagu iska samaysteen ee jawr iyo dulmi iyo ma garanaysaa dhibaato kasta wadata inaanu ka saarno oo aanu u saarno ilaa cadli lislaam, islaamka iyo cadilnimadiisa aanu u saarno. Ya intabihu, jali dhegaysta, baraka allahu fiikum. Wamin diiqa dunyaa ilaa sacati alaakhira, adduunyada diiqeeda iyo ciriirigeeda intaanu ka saarno ilaa alaakhira sacadeeda iyo waasicnimadeeda aanu u saarnaa ilaahay noo soo diray. Naxnu qowmun ibtacathana allah, halkaa weeye. Marka usuulu dacwati alanbiyaa wayna wada qusaysaa inaanu baranno, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in laysweydiiyo. Horta ma ismaqlayna, mise waa la mashquulsan yahay? Allah yuwafiqna waiyaakum, Allah yuwafiqna waiyaakum. Aayadan akhriyey bilowgii kelimadda qisatu Muusa calayhi salaam iyo Fircawn dhexdooda xiwaarkii ama dooday dhex martay waa sagaal aayadood oo mid walba ay ku bilaabanayso qaala. Qaala bimacnaa wuxuu yidhi weeye, qaala qaala waa hadal dhex maray Muusa iyo Fircawn. Ilaan Muusa calayhi salaam ilaahay laba shay buu usoo diray. Kow, ilaahay wuxuu Muuse usoo diray qowmkiisii oo aslan muslimiin ahaa oo diintu ka daciiftay oo diintoodii intay ka tageen iyo diinta haddii laga tago awaamirta ilaahay la burburiyo ciqaab baa ka imanaya. Ciqaabkii ugu weynaa ku dhacay oo ciqaabkii ugu weynaa oo ilaahay qur-aanka ku tilmaamay uu ahaa in islaantii uurka lahayd ee sagaalka bilood ilmaheeda sugaysay mar alla markii ay dhasho hadduu wiil noqdo meel cidna lala tegi maayo horteeda lagu gowraco. Waa ta uu ilaahay ku tilmaamay wafii dalikum balaa'un min rabbikum cadiim. Qowmkaas oo addoomba u noqday aalu fircawn oo waaxid min aali fircawn baa boqolaal iska kaxaysanaya oo beeraha ku qodanaya oo un la dhacaya dullikii ugu badnaa. Markii ilaahay uu doonay biiraadatihi ummaddaas diintoodii intay ka tageen dulli arrintaasi ay badday in dullinimada ilaahay ka saaro, maal uma soo dejin, xoolana uma furin, batroolna dhulka ugama jeexin, waxa dunyana ma siinine, diin baa ilaahay u soo diray. Diintaasoo uu mathalayo ama uu suuraynayo Muuse calayhi salaam, Muuse oo ilaahay dhexdooda ka soo saaray ayaa si cajaa'ib la ku dhashay. Cajabtii uu ku dhashay waxaa ka mid ahayd hooyadii mar alla markii bani Israa'iilkii ka mid ahayd waxay ahayd dadkii jawaasiista loo diri jiray ee la soo baarayo qof alla qofkii dumar ahee reer bani Israa'iila uur leh waxay dhali doonto, kuwaasun bay ka mid ahayd. Mar alla markii ay dhalaysay ama ay dhashay khawf baa ku dhacay, ilaahay baa waxyo ilhaaman u waxyooday. Wa awxaynaa ilaa ummi Muusa an ardiciihi, waxaa la yidhi ilaahay markii hore wuxuu ku yidhi nuuji waxba ha cabsanin, laakiin fa idaa khifti calayh haddaad baqdo fa alqihi fi lyam, biyaha ku tuur ama wabiha naqoto ama badda raaci, biyaha raaci oo biyuhuma meel ilma lagu tarbiyeeyo iyo ilma lagu badbaadiyaa maya, wax kale ilaahay ka rabaa. Sidii bay yeeshay oo sheeko aad wada garanaysaan weey, sanduuq yar bay ku riday, sanduuqii markay ku riday ayay badda ku tuurtay. Baddiina inta malaa'ig loo soo diray lalama cararin oo jasiirad ilmihii laguma soo korinine, ilaahay baaba u jeeday oo muraadkiisay ba ahayde Fircawn xeebtiisii baa lagu soo tuuray. Fircawn baaba la hor keenayba waa kan baa la yidhi ka daydayeysi. Fircawn mar isla mar markuu arkay wuu gartay baa la yidhi kuwuu raadinaya inuu ahaa, waxa u dhammaystirantay inuu dilo.
دوانا قرنا يا ديكي سوريا بني إسرائيل إنه يهوسن آل فرعون هين لكن إلهي وحكى له هذا جيو قبر فريدة عمرك دمنا إلهي هو قرآن يعني قرآن كيسه وكو أماني وأهل جنة ومؤمنة أول مؤمنة من بني من قوم موسى عليه السلام وزوجة فرعون هي فإلهي وهذا جي ما دليل شذي تلك دليل ما يشذ قرة عين إن هذا سكدة إيش إسكال أبو إن غبوب شبو منو يعني هذا سيود ليش ما دليل كرتي موسى عليه السلام هل كسو كسو برباري وحال يا ابن قطي لعكتي وحال إذا خزن الدا لجب حنجري إن لجو جاسو سويل مها لجو سو دلو أيا إسلا يدي با وحال لجب حي إسلا خزن الدي لعكتي لجو تربيين لها وهو يدي مش خايف ضوسين لها إنه ينوجسه وهم من عجائب قدرة الله تعالى. موسى عليه السلام شكد ويدير تاي وقت جدنا هذا كم بيحكرنه قبل قبل يوحى نقطتين إله إلا بشيء صادره كن كوبات قوم كيس الله صادره ومركو آية سورة القصص حكمة ربني إسرائيل إلهي وقو صادره موسى مركو كهالله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فرعون يا جنودي سي ملكي سي بقرتو يديسا في نظر الزمان مركز مركي لوفيريو كمليتا ما انت قلوين كان واوين اسكو شيغي دولته واوين الى يهين ادون كان ملكيين اسكو هيستا وحبا كمليدن بل قوم كا ايغا وحي واركاين وح كوين او اله نيبي با واركاين با او اسغون وكير اله بابنا كي فرعونها وابا كسايري با ان بدن بابنا سا امنسني إن مركا كون مستضعفين تاء ضعفك أنت اللي جسارو يقدر كل مكانيو وملكي يبقرتو يد إلهي سيو وفرعون يجندك يس إلهي هلاجو وهو حي مركي لوفيريو قياس تبني آدم كبشرك وهذا فوق أو وين بعد وهذا فوق بعد وهذه وقحت يوم مالها نسك جوجو يرا ما رأيت قريها دون كلا جسوا تليا كنا قري جوا عد يلا يرا ماش هسابن قبسنا يا دون كنا بنا قبسنا يا هذا أنا وبرك اسمه شيءين واتوسالون يلا يوقف سنيا يا هذا الأورين يقولي عذابوني قاسي الله سوق بسديد واتوسالوي هذا قاس كحول تيجي مسكين كا هذا سهير يا حبا كم دوانين سيدي وانا دعدي وأريتنا إنه كل دعدي وعجائب تأي قدرة تأي معجزة تأي إلهي سبحانه وتعالى موسى مركب كو لبا لبا شيء ولا بده بوتي قوم كي سينو دينتي وجديديو دينتي وجديدين أيوة محي إنه ربي قد كحله إنه لا إله إلا الله حقيقة هذا هو فهم سيو إن أوامرت إلهي أيقاتان إن سبب الذل أنت كبحان إلى العز أي بحان إن فقر كبحان وإلى الغنى بحان إن استضعافك يا أدونسك أنت كبحان يو إما نقضانه قادر نقضانه وما دا صورنا يو أي ملكيان تاسو يبيد تاسو يبيد لا صدري موسى وكو أرنت الله بعد نوحيهن فرعون كان نفتر كيس دين تقويه وكو إله إليه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إليه وأوقيه حال كيس وحوك تنبين دونه لكن أقويه دينة إله أقويه موسى عليه السلام فرعون مركو سهر جوك سدي فرعون سؤال بو ويدي سؤال شاسو أي إذا بدرني أي كجرتي أو تحقير كجرتي أو قرد الروينة هاي وما رب العالمين ما رب العالمين ما أنت فرعون هاد ويدينا يسامحوا يا هاي هذا يا أبو أبوري حقيقة هاد كتم شلا نطفة ما من ماء مهين بعد هاي على شو إذا كان كبس وكريه ويا رب العالمين قاعد ورسان يشوف على شو إذا مركز كسوة بحذي بريس يا بس تم ما عنيني كان إلهي ناس كهو يذا عانك هذا كاني سكوب بقى وقت جا أدي وأتصوب بحيسيد يا وقت جا عانه أي صوب مره بحيان كهو يا رب جا ما هذا هذا يا رب العالمين محوي هاي كان كسو كوريي البقرتو يدا كسيي وي لكن موسى عليه السلام فرسو كدكت ارينتا وانا ارين تعليم انغا نوح وحن اوجا جيدا اون ايدها او اقري هذا القران كفيرسو القران كاله النبي ان بدن بو نوغه شيكيا لكن صلاه ودا كما شيكيو صلاه اني تو كان جيره وانا شيغا اممكي هور اني صلاه لا فرين الله وانا شيغا او اوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين إلهي سيقود أهمه نوغو شيغي
لكن موسى مثلا إبراهيم يا نوح يا سلادود انتي أهيد سيوك لدواني مسيدة نوك لأي أهيد مكدواني ما تفصيلي قرآنكو تفاصيل شيئا ما شيئا كما ما شغولي سنكو ذو نوعه أها لغا ما شكي مرمر ماشيئون بربني إسرائيل آدو سوشابهنو ومن مركز قار كدتك أنت كنت تكتان أي سماء سلحان سيدو ذوك لسيدة كي اسكتر سدائين وعنتدنا كسومو هذا كان وكسومو قررحنا استياغو نبي يولي اسكاسو فريشتا ده وانحنا هدو سون كينو وعنتدي يعبد موي رمها سوك كلم موي قرآن كو كما شاكيو قرآن كو محوس لكن سي تفصيل أو شاكيا دعوة ده محلو قجي ده أذيقا إنا أرضي نغطو إنا داعي نغطو دعوة الأنبياء با إلهي كبريا لأنه واحد فرد من هذه الأمة مقام الأنبياء باتاقنتها من حيث دعوة إلى الله. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسى عليه السلام فرسو كالكتير ربي إنو عظم ديسي وينانتي سكاه الله إيا نعم كيسي قال ديسة أيو فرسو هل كان كالكتير وهو بياني وعدي ربي هذه ويديسي ورب السماوات إرركا والأرض الأركا وما بينهما أنت ودحي إن كنتم موقنين هو يقين سنداته فرعون الردي وكقد بيوم جس جس يوحو قلي تهكم يا سخرية. قال لمن حوله ألا تستمعون ورمي هذا المقل يوحو ليه يعني واكو جس جس وحن حلوك وهضي ما مقل يسانو كالواي موسى كما جواب تيهرا أموغتا عظم ذي إلهي وينان تيدا أي أموغتا. قال ربكم ورب آبائكم الأولين فرعون ورب قادي ويديسي ورب قين يا أبياشي بي هرا إلى آدم لقاقارو رب قودي وي فرعون تهكم يا سخرية يا جهزاسكي وكو قدبو عيبو بأو قدبو وحويري. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون رسول كان لذين صدري وابا مدوالا. موسى محكو جوابه جوابته إسكعد وحويين وقفوا إلى ما ما موالي أنا قم موالي مير بقى بام حد عايز أسمع ما يا شو أشي هراء موقتها. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ربي قال أدي ويدي سيف فرعون عيدا أدي عايز أشغلكم اللي هو أدي أنا الداعي إلى الله أساس هل قربا أما هل قو عايو أما هل قو أمانه أما كنوا نق أدي وإله عظمة دي سك هذا بس أمامك هذا المهمة فقط وحي شو أنا تذكر هالشيء قال لكن هرت هذا وحاء إن هذا ربي قا عظمة ديسي يوينان تيسا إيو جعلين تأجعلي سين يسو خلق جسنا كشكش تيبور موسى وتوحيري ربي قا دي ديسي فرعون ورب المشرق ماشي قرحه كسو بحضه والمغرب ماشي ودعه وما بينهما أنت ودحيسا إن كنتم تعقلون هذا ديكو عقل لذين هذا عقل وتلطف يعني أنا موال لك هذا ديك عقل لذين ربي هو ربي قا دي ديسي فرعون مركو أركي إن موسى إلهي إنو كشيكي يمو يوحك له أي سنو مقنن أرنتي وحو بدلي تهديد يما أركتي قدي وحويري. قال لئن اتخذت إلها غيري وركا إسكرها فيه هدي أنا غير كي أد إلهي كردغته أنا إلهي هذا أد إلهك ليالته كوة لحران كامل حسبا كوتو ريا مركو يمركو موسى وحوكي ديس يردفع عويري. قال أولو جئتك بشيء مبين ما يحرس حتى هذا وحيال عد عد أنكو كانوا. قال فأتي به بل كان واحد جاي يسوع إن كنت من الصادقين فألقى عصاه وشي مركا إلهي وسودي بي قل إسك عادي جاء هاي بقول لك كل فتيو وأتي أبي سدي وينيد أي نقطي. المهم شكد هذا أن وجدوا موسى عليه السلام قصة ديسا لقى وابقصة وقول ديرو قرآنك أما قصصك وبدل صن نق نقطك قصة متواصلة هو دير تنقول القرآن كوا يوسف عليه السلام لكن قصص صون نقضة وما لبض الإلهي كجشكي وتن موسى يا بني إسرائيل وحل إلى تشابه وين باكر حياة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة بني إسرائيل. ولذلك النبي قمر كل دلمي عليه السلام صلاة كنت صلاة ضد لغفر ديالي نك أرنتاس أن لبي أبال وجرنون ودعيني نون إلهي سبحانه وتعالى إنه صلي أبضيه موسى وأبوها والنبي قال لكل مويري بني إسرائيل بان هرت هذا جربيه وما دادو كما سوى بيح كرته إلهي دي بقول نقوها كخفيفيو سيدي اللو خفيفين أي مربع وعلين أي إلى أشان صلاة دي بقول نقوتي مركا وحاول على الوجه ده أصول دعوة الأنبياء صدحهم بيحي كو الدعوة إلى الله وأنا أهم شيء دعوة
laga rabaa oo daaci baa tahay rajulan kunta aw imra'a dadka ilaahay ugu yeer ilaahay jecelaysi meel cidana ma ahe nicamka rabbigaa ka sheekee oo haddaad qur-aanka u fiirsato suuratu naxli shalay baan akhrinayna nicam badan markuu ilaahay ka soo sheekeeyey ilaahukum ilaahun waaxid buu soo qismigaa ku soo khatimay ilaahukum ilaahun waaxid rabbigaa lagaaga soo sheekeeyey ee nicamkiisa iyo galladihiisa lagaaga soo sheekeeyey ee si kaste wax kasta ood haysato isaguu ku siiyey hawa ilaahukum ilaahun waaxid wey laa ilaaha ila hu dacwatu lambiyaai ilaa laa ilaaha ila allahu bay ahayd arrinta labaad nebiyadu waxay dadka ugu yeedheen min addunya alfaaniya ila alaakhirati albaaqiya adduunyadan faaniga ah ee laga wada tegayo ayay uga yeedheenoo aakhirada baaqiga ugu yeedheen arrinta saddexaad ee nebiyadu ay ummadahooda ugu yeedhayeen waxa ay ahayd ictimaadka iyo cuskashada insaanku uu cuskanayo asbaabta maadiga ah iyo adduunyada inay ka tagaano acmaala saalixa ay cuskadaan camalka saalixa ay cuskadaan waqtigu hadduu noo saamixi lahaa wax yar baan aakhira ka odhan lahay allahna waafajiyo lama daalin miya ilaahay hadi barakeeyo xubbigaa iyo kalgacaylka idin soo fariisiyey aroortii ilaa hadda aad fadhidaan idan daalayn hada daliil calaa maxabati illaahi ilaahayna inuu idin jeclaaday lianna ilaahay waa kan keliya in la xusaynin ilaa biidnihi iskama xusi kartid salaad ma tukan kartid ilaa uu kuu idmo walidaalika ducada nebiga waxaa ka mid ah allahuma adanlii fii dikrik ilaahu dikrigaaga ii idan qur-aanka in ilaahay kuu furo waa idni min allah in ilaahay carabkaaga dikrigaaga dikriga ilaahay u waafajiyo waa idnu min allah salliga nebiga badsashadiisa waa idnu min allah istikfaarka waa idnu inuu ilaahay kuu idmo wey in shaa allah waxay daliil u tahay in ilaahay noo idmay ayay daliil u tahay allah naga aqbalo ikhwaanii akhawaatii ahami shay waxa ugu muhiimsan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala bacda atawxiidi uu nebiyadiisa u soo diray waxay ahayd dadku inay qaybka rumeeyaan oo aakhira ay rumeeyaan oo aakhira adduunya kala weynaato aakhiriya adduunya ma tartami karaan mana sinna laakiin waa lana ibtileeyo waa lana imtixaano tanaan ku bilaabannay maadaama wixii ugu horreysay aan aragnay ay noqotay iyadii baa nala weynaatay iyadii baa wax weyn nala noqotay sidaa darteed ayaa ambiyada wa fi lqur'aani daa'iman aayadihii haddaan akhrinayne alladiina yuuminuuna bilgaybi wuu ka bilaabay haddana aayaddii ku xigtay wabilaakhirati hum yuuqinuun adduunyadu marku waa faani in yar baa la joogaya aakhira baaqi ah intaa doonto ahow cumrigaagu intuu doono ha gaaro mansib kasta iyo maamul kasta iyo maal kasta soo mar maraatib addunya saa doonto ku kala ahaato laakiin mowd baad ku dambaynaysaa ilaahay baad la kulmaysaa jalla jalaaluhu adduunyada ilaahay dadka wuu kala tagsiiyey oo wuu kala fadilay waa ka ilaahay qur-aanka noogu sheegaya jalla jalaaluhu undur kayfa fadalnaa bacdahum calaa bacd walalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila diyaarad baan hadda soo raacay qadar baan ka imid diyaaradda hadda nairobi keentay laba qaybood bay u qaybsantaa qayb waxaa la yidhaahaa first glass waa taqaani sooma businessna waa iska dhahaan hadda saddex bay u qaybeen inta badan first glassna waa meesha ugu horeeya businessna mid u yar dhowdhow bay ku magacaabeenoo business glass bay dhaheeno carabtuna waxay ku tarjameen darajatu rijaali alacmaal waa beentoodii waa rijaal alamwaal rijaalu lacmaal maaha acmaal shaqo kuma leh ee waa rijaalu lamwaali wey taasay u yar dhowdahay darajadii saddexaad waxay ku magacaabeen iqtisaadiya carabta leeda ingiriiskana economy bay dhahaan masinna way kala duwan tahay darajada ugu sarraysa ee ma garanaysaa first glass leeda beri baan ma raacayo firstiga businesska wax badanaan raacay laakiin firstiga maraan raacay hal mar diyaarad aad u weyn waa qol dhan baa keliya lagu siinaya qol dhan oo haddaad doonto sariir kuu noqonaya oo aan cidna kuu soo gelaynin ilaa in albaabka lagugu soo garaaca mooye inaad idinku targhiibiya maaha laakiin lacag aad u fara badan baad bixinaysaa lacag aad u badan baad bixinaysaa firsti baad gelaysaa businesskana waa usoo dhow yahay waa kursi haddaad rabto sariir kuu noqonaya markaad inaad iska seexada doonayso in aad afkaaga aamusnaado cunto la'aanna lamaba ogola gabar baa ku dultaagan had iyo goor maxaan kuu keenaada ku haysa
فرق وين أو دحيه وكنا ميدتين ليرانا اقتصادي لنا كرسي هذا وير يعني واحد بدل نواه وضرع يعني ذيك نوار عدي واركتين كرسي ولي بدت كبر بورسيد هذا وكلا دب كل أول ما قرت كرسي جاس بعد فدي إيشا أنت هذا نحل مرة دي لغوسي أحسن بدل بلغوسي مي شو ما قرت واحد كست وتقديم يهرمر أهنا أديك أشكاله ما دام فرست تاعي أما بزنس تاعي يا رده وصوت وشي هالكتمت مرة الله مركي عقها صوت دقاتي كرسي قروح لبنا أنفدي جزاهم الله خير بزنس يقوي المشاكل خير الله سيه كرسي وناك سناي قروح لبنا مرة سرير راها مرة كذا آها هدان لهانو ويسكسي جوغا يا هالكن كرسي أنا بيعجب قلي يا بركنت المعاوتة أنا كان كدقي ماي مليقي يلي لقي يلي ماي هدان سي او احسان ان كدقي وينا قصب اللي يقود جنيه هذا كو اندعو للعقف ربضن ايان كرسي كان كبخي وحالي يقول جوابي ها لعقتها سي وحي ودغنتا متاع المسافرين انت سفر كاده هيد تمتعي اتورا عيستي اما جيف كان معان هنقضو اما عنتدا وناكسن هنقطو اما اكرام كا يسو دوينتا هنقطو اما قصلك اي مغرانيسا فيعنانتا ايو اكرام هنقطي تاسات بدل كيدي لعقتها وبحسي لكن كرسي ماذا نيبسنن هل كنا دائم كوماها بل إدات كدقية ديارة ومركو سفر كل ماذا هذا هو الرئيسي الباب وكاسي كبح بالغورنية ما تعمل ما تدكي كلنا كرسي يوم ما رأيك تمسكين كأفردينا وين سوى دقن يونا سفر كل مركو لما هذا وسوى ذا دقني لا بشيء مننا لما أقلا ويش كسي جوجا يلقو ما أقلا ألعبتهم في عن المشي كهستينا لدقيانا لقو ما أقلا جو أنا يعجب قليه بركنت أنا في عاني هل ليسي لقيه اللي مايو واتكت جيشا هل كوام حيوات وصالم إيه ديار دواس داس مراكب ترى وان راعيو مراكب ترى مثلا وين إسكو حدا دول إسكندنافيا أنا أدو تكتني جري إسكندنافيا كوا الليلة سويدنيو فنلنيو يهو بكسي دريهين قل كامل على وسينا يا مركات فرس تتعي أو فدي كيسيلة أو جيف كيسيلة أو يعني ماله الوقوع بيشني يا بركديه واحد ما لوسينا مدنا العقير بو بحييو حتى قلنا مسين إن مالها سفر يسلا يعني أنت هبين كات مركب وسي صعود دت كساسي أدوية ذا أي أكل فضليه في وسائل النقل ومثال واضحة أدوية ذا منصب كادون تأهو أما فرس تأهو أما بزنس أهو أكون بجلاس أهو مش هدوك تجوب مروا بو سفر كون كارد أمان سفر كهدور دمادنا لقومه أقول إن البرقسي سي جوكتو لقومنا أقول واحد هي ستين الله تقتل لقومه أقول وكتريشة أغنى الناس كنا دونك وحول بدن مركو أنت محل أنت أقول تجا حتى كفنك أو الأورنك هو نوع من متاع الدنيا كفنك هو لشتر عورته عورتي سئل وأسطر أنت قبر قال قلنا يوم ويموي ما الأمها ولذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مركي سكرات الموت كويمن أمنا عائشة ويرى والحديث في الصحيح وحكوا يرى عائشة نبي وما لنتيب ولنتي وحيتري يوم الاثنين أنا وما لنتين جوجا وحيتري يوم الاثنين بجوكتا أرجو وحن رجينا يا أبوي أن يكون ما بيني وبين الليل وحن رجينا يا إلهي كبر يا إن ما قرنا إيشا أنت أين قرحة دعن أي نفتو إقبح ذو النبي صلى الله عليه وسلم وإك هذا موت كيسي يعني وحيا بلوي مركز سنة النبي اتباع هذا صحابة لقال ضايو يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن أنكو ضيانو إلهي بان نفري لكن وحيا لبضن بان أنك قد ينكرين مثل كيسو قال إسكا مي يلين كرتين درر كيسو قال مي يلين كرتين ما نتورد انت هذا إسكا مي من كرتين هذا شيء مقدر لك مركة أبو بكر رضي الله عنه وحيو يلي محاتكو كفنتين وحيت لسدح مرو أيان وكوكا فني أو بيض هو عدعد وحوي يرجع أن أنا إشارا جو أن أنقبه لبك لك الدار مركز شيء وحوي من عائشة رضي الله عنها جو أن كان وجو دوجة إن مدعو ثم كوب بدلنا مركز شوي رمايا كان نول با وجا أو لي سنة أنا كان للمهلة أنت أن قبري هو جار يوم بلوج جدا مركز يا أيها الرجل منصب كادون تأهو مش هادون تنجوك أفقر الناس هداتهاي أغنى الناس هداتهاي أدوية أنت سنتكلت عليها لكن محاب باقي قوة الإيمان والعمل الصالح وأنا قيمت صدح هذا النبي يدو أي أمضى أبو يارين
ولعل وقت كلا إن هلو إن يرون بار مركا أرنتا أن كسو قنا نديا هذا الكيب أشكر لما هذا وقت كنا وشكي يريح قلو إن كان خير الله سيئ وحيب أقوت لقلين سيئون هذا الكوكولا سي ترارحين وقت بذن كاقادنين استقبى باللي يرو كرسي قوى اللي سديدي وحال قفك هدو كرسي قفريشتو واسي اللوبة يا سعد وشكا هذا يا مركا استقى سابا ماشي غيري يوابن أغهي أن هل مركسو قبقبين والنبي يدو أنه لدر دارمين ولا لا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما عندنا نجقب تجين وأنا قلت جاي سو أحب خلق بعد الله كانوا وجع الله يبغاه وأنا قلت جاي أدوية ما كنت جاي ما أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما عندنا نجقب تجين ربي جاي بنو حري إلهي بنو حري أدو هذا إنسان تاعي كلك حاجات بعطاي إلهي وضباه تاعي مرنا بع الله كم مرنت وسيلة ذي أدي له وحكة قاضا له النبي ونبري أو أهم شيء تهي صلاة حاجة هذه كوت مادو صلاة باتو كنيسة إلهي بادبري إيشا جل جلاله ما هذا كوجدعه حنو كوجدعه صلاة باتو كنيسة إلهي بادبري إيشا جل جلاله رب الآن هذه النقطة صلاة باتو كنيسة كل شيء اقضه بالصلاة إلهي بان القرآن كان وقدر دارم استعينوا بالصبر والصلاة مرك أنت هنا ما يشفر لذا وحنشكو ذوانينا هرتب الصلاة هنا كده له أو تنفرض كأين جرجرت النججلي كذبنا إلهي إنه نافره باب النافلة وح صلاتك خير بدل مجري أنو بتصنو أو قيام الليل يالنو أو صلاة الضحى يالنو أو سنة النافلة يالنو أن حاجات كين مرك حاجة نوتي ماضو هبل يا فلان يا علان أنت هذا كيف فكرين إلهي حق يسوع نقوم إلهي حاجة هذا ويديسو لما مرك هذه ليس إلهي وقصين حاجة هذا بقدر يقينك أنت إلهي يقين أولى ذهي لقضاء حاجتك أيها الحاجة ذلك وقودي تلبات يقين بعد هل إيساه وهذا كذب الباب كي أضوح كدوان الله بعد برانا إيسا شيكوين كيدان لقم شيكين كارو آد بأي أبنان تعي وحن كسو قبقبين يا نبي قاوحو أركي عليه الصلاة والسلام من صحابته يستكمي ذو أبو أمام الأورنجري وهو مسجد كفرليو كربا أي كموقته وهو يمي ذو وحو يري ما لي أراك يا أبا أمام وقتي أنا مسجد كو أركي كجرين وحو يري يا رسول الله دين فر بدن او فو شيء يهموم يهم يمرغ فر بدن او دول سارن نبي مركا ما اورن بل ان سوق نقولين كي جماعات كي حسانا لا سو تكدين ان وخوي كو اورورين ما اورن وحو يري كلمات ما كبرا كلمات كا حدا تراهو الهي دين تادن او كا غدو هم يمرغدن كو هيسته الهي كا فيدو ها بو يري وحا تراهو يري اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال كتب الأذكار الصباح والمساء بكجرته كرك أنك وذقبنه وحوي لنك صحابي قاها فما لبثت أياما دعادي مركان أخرستي ما المكمسو وريقل إلا إلهي الدين تيدين وقضي همي يمرقذي أهيستين إلهي وإقفيدي حتى كوسوكم ما دعيسنا دعاداس اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ولوالدينا وأن ترحمنا يا رب العالمين وأن تهدينا إليك اللهم اشف كل مريض منا ومريضة اللهم اشف كل مريض منا ومريضة اللهم اشف كل مريض منا ومريضة اللهم عاف المبتلين اللهم اكشف الضر عن المكروبين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين تقبل من هؤلاء الجالسين والحاضرين والمتابعين في أقطار العالم كله تقبل منا صالح الأعمال واجعلنا من عبادك الصالحين ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك اللهم علمنا القرآن اللهم علمنا القرآن اللهم علمنا القرآن اجعل حسن تلاوته في ألسنتنا واجعل فهفقه وفهمه في أفئدتنا واجعل العمل به على جوارحنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين كلمة واحدة إخواني أخواتي